زعلان منه عشان ايش عمل؟ لاني هو زعل. هو زعلك؟ شو عملتوا بعدين؟ بس اشيتوا مع بعض؟ لاني هو كمان انا قلت له انا زعلك لانك ليه ما تروح معي ما لعبت معك ولا مره، ورايح على بيته قال اتفق معي العب معك. حكيتوا مع بعض شو المشكله؟ بس وشو عملتوا كمان؟ يلا ورجينا كيف عملت امبارح. واو سلمتوا على بعض. وهلا بعدكم زعلانين من بعض ولا لا؟ لا. صرتوا اصحاب، رجعتوا اصحاب، حكيتوا مع بعض. شو اتفقتوا؟ اتفقنا ان نكون اصحاب ونلعب مع بعض. اوكي شكرا.